هاي، كيف كنت؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الحوت، رح أحاول أحكي عن مشاعر الحبيب، نواياه، وإلى متى تطول علاقتكم مع بعض. رح أحكي كذلك عن مشاعرك أنت ونواياك بالتوازي مع العلاقة مع الحبيب، ورح أحكي عن مستقبل العلاقة مع بعض. رح أحكي كذلك حتى عن العزاب، هل في شخص جديد بحياتهم أو لا. وما تنسوا أنه هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع. إذا حسيتوا أنه هذه القراءة لا تعنيكم أو لا تتحدث عن طاقتكم، حاولوا تشوفوا فيديوهات جديدة. وهذا كل شيء. وكمان بدي أقول أن هذه القراءة تقبل أن تكون عكسية. وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، تدعموني. وشكرا لكم. بداية يا برج الحوت، طاقتك يا برج الحوت عم شوفها تقول إلى استقرار أكتر. يعني أنت حاليا عم تشعر باستقرار عاطفي، حتى استقرار مادي، عم تشعر باستقرار داخلي جواتك. حتى مع الحبيب عم شوف في استقرار وتوازن بهذه الأيام. للبعض حتى ممكن شوف في ربح مادي كتير كبير عم يطلع لهم، عم شوفهم في ربح حتى بكل شيء يتعلق بالأراضي، يتعلق ب الأموال، زراعات. ممكن عندك هذه الأمور تنجح بهذا الوقت. إذا أنت بتشتغل بهذه المجالات، فأنا عم شوف الربح المادي سيأتيك من هذه الأشياء، من الزراعات، من الاستثمار، حتى بالعلاقة ممكن يجني لك ربح كتير كبير. حتى عم شوف في إذا عندك أراضي للبيع أو شيء، فعم شوفهم عم يجلبوا لك مال من ورائهم. أوكي، عم شوف حتى طاقة الحبيب هذا الإنسان كتير سعيد، عم شوفه سعيد ومتلهف لرؤيتك، عم يشعر بحنين لإلك، عم شوفه عم يتذكرك كل الوقت. صراحة الله بهذه القراءة ما عم شوف أبدا في خصامات، عم شوف في حب وفي شغف. عم شوفك متحفظ على مشاعرك يا برج الحوت بهذا الوقت. بس انت كتير بدك انه تكون مع هذا الانسان. عم شوف في حنين وفي اشتياق كتير لإله. عم شوف حتى مشاعرك ممكن تكون متحفظ فيها، وحتى ممكن متعلق زيادة بهذا الانسان. عم شوفك حتى متعلق زيادة، متشبت بهذه العلاقة. يعني في تعلق كتير كبير بيناتكم. اما بالنسبة للشريك، بشوف مشاعره شوي. هذا الانسان عم يفتقدك، ممكن انتو عم تفتقدوا بعض، عم شوف كتير في افتقاد واشتياق لبعض. ممكن هو بعيد عنك لهيك عم تشتاقوا، او انتو علاقتكم كتير وطيدة مع بعض وكل وقت عم تشتاقوا لبعض. عم شوف هذا الانسان بيضل يتخيلك بتفكيره دائما، عم يرسمك بخياله، عم يحلم معك، عم شوف في أحلام، عم شوف في أشياء كتير كبيرة عم يحسها هذا الإنسان اتجاهك. أما بالنسبة للأشياء اللي ما عم تحبها بهذا الإنسان، ممكن هذا الإنسان شوي هيك متقلب المزاج، شخص منه ثابت، شخص اوقات عم تلاقيه بطباع واوقات بتلاقيه بطباع جديده. يعني ما بتحس حالك انت مع شخص ثابت كتير. اما بالاشياء اللي عم تحبها انت فيه، عم شوفك انه دائما تقدر انه بالرغم من انه بيعمل اشياء ما عم تروق لك او ما عم تعجبك يا برج الحوت، بس بضل يشتاق لك، بضل يطلب السماح منك. ممكن لما بيرجع بيقول لك انه لم يستطع العيش من دونك، لم يستطع ان يمضي ليله من غيرك، بيشتاق لك كثير، بيحلم معك كثير، بيحكي لك هيك كلام بحسسك انت يا برج الحوت انه بدك تكمل حياتك معه. دائما عم تشوف انه بدي سامح هذا الانسان. دائما بتقول انه يعني بتنسى كل الاشياء اللي عم يحكي لك عنها مش حلوة.
وبتسامحوا دائما. يعني حاليا عم شوفكم على وفاق، ما عم شوف صراحة بهذه الطاقة، ما عم يطلع لي خصامات، بس عم شوف العلاقة شوي بهذه الأيام أو بشهر فبراير، يعني في صلحة وفي كلام وفي تبادل الكلام الحلو. عم شوف حتى الأشياء اللي ما عم يحبها هو فيك، ممكن أنت بالنسبة لإله بتاخد وقت كتير مع حالك، أوقات بتنعزل عن العالم الواقعي، أوقات عم تبتعد عنه، أوقات بتكون شخص، لأنه أنت يا برج الحوت شخص روحاني كتير، وأوقات تلجأ للعزلة، تلجأ للصمت، تلجأ للسكوت ببعض الوقت، وهو أوقات عم يزعجه هذا الأمر. أوكي، ممكن هذا الإنسان بحب يضل يحكي معك طول الوقت، ما بحب أبدا إنه تبتعدوا عن بعض، هو ممكن وأنت كذلك أوقات عم تلزقوا ببعض هيك، بتضلوا تحكوا مع بعض وتسألوا ببعض. هو يعني ما بيحب فيك العزلة لما بتكون هيك منعزل. الأشياء اللي بحبها فيك على أنه دائما فريش ودائما شباب، دائما محب للتجديد، محب للجمال، بشوفك على أنه أنت شخص دائما هيك عندك روح شبابية وروح طفولية يا برج الحوت. عم شوف النوايا، نيتك انت بدك انه تكمل هذه العلاقة لتصل الى مرحلة الزواج، انه تكون شيء مرسم. بشوفك بدك تكمل هذه العلاقة لتصير زواج ان شاء الله. اما هو كذلك بس بده، يعني عم شوف الحبيب بحبك هذا الانسان كتير، بس هو الفرق انه بده يحسن العلاقة تصير احسن. يعني ما عم شوف تفكير بالزواج اكثر ما بشوفه البحث عن الاتفاق والحب والشغف. هو هيك بده. اذا كنت امرأة، بالنساء طبعا بحبوا الزواج اكثر، بحبوا الاشياء القانونية، انه يصير الامر مرسم. اما الرجل بطبعه فهو يتهرب من المسؤولية، ما بحب يكون بمسؤولية، ممكن بحب الحب، بحب العشق، بس ما بده هيك مسؤولية ومال وصرف فلوس وهيك، ما بحبه. عم شوف مستقبل العلاقة بيناتكم، عم شوف العلاقة كتير فيها تعلق شديد، انتم متعلقين ببعض، ممكن هذا التعلق رح يأذيكم وبذات الوقت رح يخليكم مع بعض، انتم بتأذوا بعض لأنه كل واحد عم يتشبت بالآخر كتير. إذا مثلا ما سأل عنك أو ما سألت عنه كل واحد بيزعل، بس يعني ممكن العلاقة تقول إلى شيء من الزواج، بس يعني هذا التشبت رح يأذيكم وبذات الوقت رح يخليكم مع بعض، لأنه ما بتقدروا أبدا أو لا تستطيعون أنتوا بتقعدوا عن بعض. أما بالنسبة لعزة برج الحوت، عم شوفهم حاليا بخصامات، ممكن عم يراقبوا الحبيب، عم يبحثوا عنه على السوشيال ميديا، عم شوف في مراقبة، في بحث، بدهم يرجعوا عم شوف حتى دائما عزاب برج الحوت عم يدعو انه يعني تكون في كارما او يكون في عدل، يعني كأنه بدكم هذا الانسان يرجع لإلكم، يفتقدكم، يطلب من السماح منكم، بدكم هيك كارما انه ترجعوا كرامتكم انتو يا برج الحوت. عم شوفكم حتى لو انتو بتفكروا بشخص اخر او بدكم شخص اخر جديد، فانا عم شوف الطاقة او التفكير الحالي فهو بالحبيب السابق. يعني نصيحة الورق لإلك، يعني انه تهتم اكتر للوضع المادي، تهتم اكتر للوضع العائلي، لانه ممكن العلاقة حاليا لن تكون، يعني او الحبيب ما نشوفه رح يطلب السماح منك.
للبعض منكم عم شوفهم مرتبطين او عم يتحدثوا مع شخص متزوج او انتم متزوجين، عم شوف يعني في استشفاء لإلكم اذا انتم عم تحسوا باشياء كتير كتير متعبة، فانا عم شوف انه في استشفاء لإلكم. اوكي، عم شوف انا انه للبعض يعني بيعرفوا شخص متزوج او هم اللي متزوجين. اذا ما كانت هذه الحالة فانا عم شوف انه هذه العلاقة رح تقول الى زواج، يعني رح تثمر الى ان تصير زواج. بقلك هون لازم دائما تثق بالاتجاه او الاشياء التي ستكتب لك، لانه كلها فيها خير. بقول لك كمان هون في ترولو، في انه في حب حقيقي عم تعيشه انت، يعني في حب متبادل بيناتكم، عم شوف في حب وفي استشفاء داخلي، في اوضاع تتحسن لبرج الحوت. عم شوف صراحة الحوت حاليا في وئام مع الحبيب، يعيش لحظات حلوة مع الحبيب. ممكن تؤدي هذه اللحظات الجميلة لترسيم علاقة، لزواج، لأشياء حلوة كتير. بشوف القراءة كتير حلوة، وبتمنى لكم يا برج الحوت من كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا لكم.